بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاشباب. النهارده ان شاء الله عندنا حلقه مهمه جدا. النهارده هيكون ضيفي في الجزء الثاني الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وايضا مستر بروكيتش المدير الفني الاجنبي في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. هنتكلم معاهم عن الموسم الماضي، ابرز السلبيات ابرز الايجابيات، شافوا ازاي الموسم المنقضي، وايضا الموسم القادم الفترة القادمة إن شاء الله فترة مهمة جدا. كان في اجتماع مهم أيضا مع لجنة التخطيط مع الكابتن خالد بيبو وأيضا مستر بروكيتش، هنعرف أبرز ما دار في هذه الجلسة وكمان الرؤية المستقبلية بالنسبة لقطاع الناشئين، ولكن ده كله هيكون معانا في الجزء الثاني النهاردة من حلقتنا. قبل ما أروح لحلقتنا برضو النهاردة عايز أتكلم عن يعني حديث الشارع الأهلاوي وكل الأهلاوية بيتكلموا عن مباراة الأهلي وكايزر تشيفز، المباراة المرتقبة إن شاء الله يوم السبت القادم الساعة 9 بتوقيت القاهرة في ملعب محمد الخامس في المغرب، مباراة بينتظرها كل الأهلوية، كل التوفيق إن شاء الله للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني. عايز أقول لحضراتكم برضو كواليس يعني اللي بيحصل في بعثة النادي الأهلي. النهاردة بعثة النادي الأهلي غادرت الساعة 4 على طائرة خاصة. كان رئيس البعثة طبعا زي ما احنا عارفين خلال الفترة السابقة الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب بيكون مهم جدا تواجده في المباريات الحاسمة زي المباراة الأفريقية إن شاء الله اليوم السبت القادم. زي ما احنا شايفين دلوقتي كابتن محمود الخطيب مجرد ركب الطيارة سلام لكل اللعيبة، يبقى الرسالة وصلت، الرسالة وصلت إن احنا عندنا مباراة مهمة. إزاي يكون التركيز من بداية المطار هنا من مطار القاهرة، كل اللعيبة كل الجهاز الفني كل الجهاز الإداري هناك، هيكون في قفل تام جدا على الفرقة علشان يكون في تركيز كبير جدا. مشوار البطولة الأفريقية كلها إن شاء الله 90 دقيقة القادمة، 90 دقيقة محتاجة تعب، محتاجة جهد، محتاجة تركيز، علشان الجيل ده وجيل فعلا يستاهل كل خير، علشان الجيل ده يدخل التاريخ من أوسع أبوابه زي ما شفنا قبل كده جيل 2005 و2006 في النادي الأهلي اللي بيحقق البطولة الأفريقية لسنتين ورا بعض 2005 و2006، وكان لي الشرف ان انا اكون موجود في هذا الجيل، وبرضه جيل 2012 و2013 والنادي الاهلي يحقق البطولتين الافريقيتين ورا بعض في 2012 و2013. نتمنى كل التوفيق للجيل ده علشان يكتب اسمه في تاريخ النادي الاهلي، وزي ما بقول لحضراتكم هو فعلا جيل يستاهل كل خير، فعلا رجاله. شفنا الحمد لله 4 ماتشات السابقه للنادي الاهلي في مستوى رائع من لعيبه النادي الاهلي، اداء بمكسب بتحقيق كمان يعني اهداف في المباريات. بنشوف في مباراه المقاولين الاهلي بيكسب 2، بنشوف في مباراه سموحه الاهلي بيحرز 4 اهداف، المباراه السابقه امام مصر المقاصه رغم تاخر النادي الاهلي بيحرز 4 اهداف. بلغه الكره في لعيبه الحمد لله قبل المباراه المرتقبه يوم السبت في لعيبه فائت، محمد شريف بيوصل ما شاء الله لافضل حالاته، صلاح محسن تغييرة رائعة بينزل يغير في الشوط الثاني، كمان الروتيشن اللي عمله مستر موسيماني علشان يدي راحة لكل اللعيبة، كنا بنشوف عمرو السولية بيقعد في مباراة ويدخل في مباراة تانية، نفس الكلام حمدي فتحي وأليو ديانج وبدري بنون، الراحة اللي بتتم بين اللاعبين. برضو الحمد لله كل لعيبة النادي الأهلي اصطحبها معاها مستر موسيماني، كل اللعيبة في حالة جيدة، ما عندناش إصابات بفضل الله. بفضل الله من هنا اليوم السبت يا رب تكمل على خير وما يكونش عندنا اصابات. مستر موسيماني اصطحب كل لعيبه النادي الاهلي معاه، حتى وليد سليمان اللي خارج المباراه فضل انه يكون موجود مع الفرقه، برضو نيدفيد، محمد محمود، لعيبه بعيده عن فريق النادي الاهلي فضل معنويا ونفسيا ان اللعيبه دي تكون موجوده ان شاء الله. وليد سليمان طبعا ليه دور مهم جدا، واحد من كباتن الفريق ليه دور نفسي ومعنوي، وكلامه مع اللاعبين داخل غرفة الملابس بيكون كلام مهم جدا. وليد سليمان اللي عنده خبرات كبيرة ازاي يقدر ينقلها للعيبة في المباراة القادمة. برضه هقول لحضراتكم برنامج بعثة النادي الأهلي، النادي الأهلي إن شاء الله يصل النهاردة على حوالي الساعة 8 أو 9 إن شاء الله. النهاردة مفيش تدريب، خلاص اتمرنوا التمرين النهاردة في ملعب مختار التتش قبل التوجه إلى المطار. بكرة إن شاء الله أربع والخميس هيكون التدريب للنادي الأهلي الساعة 9 بتوقيت القاهرة، وده توقيت المباراة، هيكون بكرة وبعد بكرة على ملعب فرعي. يوم الجمعة القادمة هيكون التدريب الأساسي
على ملعب محمد الخامس، هيكون الساعة 9 وقت ملعب وقت المباراة. هو ده البرنامج ودي أبرز ما يدور دلوقتي في بعثة النادي الأهلي، زي ما أقول لحضراتكم في تركيز كبير. كابتن محمود الخطيب الرسالة وصلت خلاص للعيبة، يعني منذ اللحظات الأولى منذ وصول اللاعبين إلى المطار القاهرة قبل مطار كازابلانكا، فالرسالة وصلت. بيتبقى شيء وده شيء مهم جدا، المدير الفني مستر موسيماني، اللاعبين كله بيعمل اللي عليه، لكن بيتبقى شيء مهم جدا في عالم كرة القدم وهو التوفيق. نسأل الله أن يكون التوفيق إن شاء الله من حلفنا يوم السبت القادم، تكون اللعبة في حالتها، مستر موسيماني يحط تشكيلة إن شاء الله جيدة لبداية المباراة، وكمان تغييراته تكون إن شاء الله إضافة أثناء المباراة، ويكون التوفيق إن شاء الله حليف لاعبي النادي الأهلي، بنتمنى لهم كل التوفيق. ده كان كل كلامنا عن بعثة النادي الأهلي. أيضا عايز برضو أروح للمنتخب الأولمبي قبل ما استقبل مستر بروكيتش. النهاردة عندنا حديث مهم جدا معاه، وكمان محضر فيديوهات وهيشرح إزاي الفترة القادمة في النادي الأهلي هتكون مع مستر بروكيتش وإزاي الفترة السابقة. لكن عايزين برضو نطمن حضراتكم عن منتخبنا الأولمبي قبل السفر. منتخب الأولمبي إن شاء الله بنتمنى له كل التوفيق، كابتن شوقي غريب وكل لاعبي المنتخب الأولمبي. النهاردة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة النهاردة كان حاضر آخر تدريبة للمنتخب الأولمبي، النهاردة اداهم دعم ومساندة وكلمات مهمة النهاردة من الدكتور أشرف صبحي، يعني مؤازرة للمنتخب الأولمبي. المنتخب الأولمبي النهاردة الدكتور أشرف صبحي فكرهم ببطولة 23 اللي كانت موجودة في مصر وقدروا ياخدوا البطولة وقابلوا بلاء حسنا فيها. لكن عايز أقول برضو رسالة مهمة لعيب المنتخب الأولمبي، مهما اللعيب وصل من إمكانيات، مهما اللعيب وصل من بطولات وألقاب فردية وألقاب جماعية مع ناديك، لكن يبقى تحقيق ميدالية أولمبية أو إنجاز دولي بيبقى حاجة محفورة في التاريخ وحاجة محفورة في الذاكرة. شفنا بطولة كوبا أمريكا، شفنا المباراة النهائية البرازيل أمام الأرجنتين، شفنا ميسي أفضل لاعب كرة قدم في العالم، شفنا فرحته بعد تحقيق الميدالية الذهبية أو بعد ما كسب البطولة، شفتوا فرحة ميسي اللاعب اللي حصل على أفضل لاعب في العالم كذا مرة كانت إزاي، كانت مختلفة مع برشلونة رغم البطولات والإنجازات الكبيرة، فرحته مع منتخب بلاده بتكون مختلفة. علشان كده بوصل الرسالة هنا للاعبي المنتخب الأولمبي كل التوفيق ليكم، أكيد تحقيق ميدالية أولمبية في الأولمبياد ده هيكون إنجاز كبير ليكم وأيضا للكرة المصرية. وزي ما احنا شايفين دلوقتي الدكتور أشرف صبحي، ودي التقاط صورة جماعية مع كل أعضاء البعثة إن شاء الله اللي هتسافر، الجهاز الفني، الجهاز الإداري، طبعا مع الكابتن شوقي غريب، مع اللاعبين، وحديث خاص دكتور أشرف صبحي مع الكابتن شوقي غريب اللي دايما كابتن شوقي غريب معودنا دايما يعني بيحقق إنجازات للكرة المصرية، زي ما شفنا في 2001 مع المنتخب الشباب، أيضا مع الكابتن حسن شحاتة، إن شاء الله معاه جيل محترم بالرغم الصعوبات اللي هو هيواجهها. انك تقابل منتخب اسبانيا في البدايه ده شيء صعب مش سهل، منتخب اسبانيا عنده لعيبه كانت بتلعب في اليورو، ايضا فريق مرشح ان ياخد الاولمبياد، فضربه البدايه هي المهمه. كل التوفيق للكابتن شوقي غريب. برضو قبل ما اروح استقبل مستر بروكيتش عايز اقول لحضراتكم برضو تشكيل قطاع الناشئين السنه دي موسم 2021 2022. زي ما شفنا الموسم اللي فات كان فيه شغل كبير داخل قطاع الناشئين، من الشغل ده تحقق انجازات كبيره. برضه هستعرض مع حضراتكم التشكيل الكامل لقطاع الناشئين والبراعم بالاهلي. فريق 2001 المدير الفني الكابتن عمرو انور، المدرب العام الكابتن احمد عبد الظاهر. فريق 2003 الكابتن سيد غريب، المدرب العام الكابتن معتز اينو. فريق 2005 مدير فني كابتن شريف عبد الفضيل، المدرب العام اسحاق اول. فريق 2006 الكابتن سامر عبد الرحمن وعودة مرة أخرى إلى بيته النادي الأهلي ومعاه المدرب العام الكابتن أحمد رؤوف. الفريق 2007 الكابتن أسامة زكي ومساعد الكابتن سعيد صبحي. 2008 الكابتن أحمد صديق والكابتن أحمد يونس. فريق 2009 أحمد ركبة والكابتن محمد حافظ. 2010 علي الطويل والكابتن سيد العربي. و2011 الكابتن ممدوح عيد والكابتن ميدو ماهر. و2012 دول أصغر سن عندنا في البراعم الكابتن حسين شكري. هو ده تشكيل إن شاء الله كتيبة العمل
داخل قطاع الناشئين بقيادة كابتن خالد بيبو ومستر بروكش المدير الفني الأجنبي. كل التوفيق إن شاء الله لكل الأجهزة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. نروح لفاصل، وبعد الفاصل أستقبل مستر بروكش المدير الفني الأجنبي لقطاع الناشئين. بأحلام وطموحات جديدة عادت فرق قطاع الناشئين بالأهلي للتدريبات في ملاعب النادي بمدينة نصر استعداداً لبداية الموسم المقبل، بأهداف متجددة نحو استمرار عمليات التطوير. كان خالد بيبو رئيس القطاع وتشيكي بروكيتش في مقدمة الصفوف التي تتابع وتجهز مبكراً للموسم الجديد والاستعدادات في ظل خطة متكاملة يسير عليها النادي في هذا الاتجاه بالاتفاق مع لجنة التخطيط وبإشراف مباشر من رئيس النادي محمود الخطيب. لم يكن الهدف من الموسم الماضي هو الهيمنة على بطولات الجمهورية فقط، ولكن هناك أمور أخرى من بينها تصعيد لاعبين للفريق الأول وإعارة البعض لفرق الدوري الممتاز بجانب التجربة الجديدة، وهي خروج لاعبين للإعارة في الدوريات الأوروبية وعلى رأسها التشيكية. ما بين موسم مضى وآخر على الأبواب، يبقى خالد بيبو وبروكيتش تحت المنظار دوما وعلى قدر التطلعات والطموحات الحمراء. ورغم التحديات والصعوبات، لكن يبقى الرهان على روح الفانيلة الحمراء، وهو الشعار الذي يسير عليه خالد بيبو في عمله والتطوير الذي يسعى إليه لنقل قطاع الناشئين ليضاهي أعتى التجارب الأوروبية. اليوم في الأشبال معنا خالد بيبو لنقيم الموسم المنقضي ونقلب في أوراق المدرب التشيكي بروكيتش عن خطط الموسم المقبل وطموحاته وأهدافه ورؤيته للموسم الماضي، ونرصد بقلمه السلبيات والإيجابيات، ويتحدث بنفسه عن ماذا يريد من شهور قادمة أخرى. أهلا بحضراتكم من جديد. أكيد في يعني متابعة واهتمام كبير من قبل الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، خاصة كمان من السنة اللي فاتت لما شفنا في مدير فني أجنبي، في إمكانيات كبيرة دلوقتي، في دمج فرق كمان يعني تم السنة اللي فاتت. ده كله علشان نشوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي اللي على مدار السنين والأجيال كنا بنشوف بيخرج بالعشر لاعبين والخمستاشر لاعبين بيكونوا موجودين، هم النواة الأساسية والرئيسية للفريق الأول. النهارده يعني يسعدني ويشرفني كمان ان يكون في الفقره الاولى المدير الفني الاجنبي مستر بروكيتش اللي هيشرح لنا بقى شاف الموسم اللي فات ازاي، الموسم الماضي، وايضا الرؤيه المستقبليه لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. في البدايه برحب بك يا مستر بروكيتش في قناه الاهلي. السلام عليكم. اوكي، تكلم عربي دلوقتي كويس؟ مفيش مشكله، بس كده شويه. Okay. To znamená, začínáme rovnou už hodnocení z té loňské sezóny. Sešli jsme se společně s rozvojovou komisí a s prezidentem klubu a řešili jsme vlastně, co jsme za ten rok stihli a zvládli. Ahoj, vlastně, hodně kapitánu, nebda ale tůl taqím الموسم اللي فات. احنا قعدنا مع الكابتن الخطيب ولجنه التخطيط بس قبل ما ندخل بقى في الموسم عشان عندنا فات كده برضه بنرحب بالدكتور ابراهيم منصور اللي هيكون معانا النهارده في اعمال الترجمه. خليك يا كابتن. فقعدنا مع الكابتن الخطيب ولجنه التخطيط وقيمنا الموسم اللي فات وقلنا كمان رؤيتنا في الموسم الجاي. قول لنا بقى يعني مستر بروكيتش بقى له سنه دلوقتي مع قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، شفت ازاي الموسم الماضي والتجربه بتاعت حضرتك داخل قطاع الناشئين؟ Tak v podstatě my jsme těch změn zvládli za ten rok udělat poměrně hodně. Zredukovali jsme počty hráčů, abychom se více mohli věnovat detailu té výchovy. احنا عملنا طبعا تغييرات كثيره جدا في قطاع الناشئين ودمجنا الفرق وقللنا عدد اللاعبين عندنا في القطاع عشان نعرف نشتغل معهم على التفاصيل. Hodně času jsme strávili tím interním vzděláváním trenérů, to znamená společným časem, chápání stejných termínů, tak aby bylo patrný
jakým způsobem vlastně pracujeme napříč celým sektorem, aby byly sjednocený postupy a principy. وقضينا وقت كتير وبذلنا طاقة كبيرة في التثقيف الداخلي للمدربين عندنا في قطاع الناشئين بحيث نوحد المعايير ونوحد أسلوب اللعب ونوحد مبادئ اللعب ونوحد كمان الكلمات كمان في الكورة. Přesně jsme si definovali rozdělení v juniorském sektoru, kdy máme 5 týmů, které jsou v kategorii juniorský level, a pak je 5 týmů v kategorii top level. A nejjednodušší přirovnání asi je, když řekneme, že náš A tým jsou profesionálové, to už jsou ti, co pracují, a juniorský sektor je základní, školství a univerzita. واحنا عندنا في قطاع الناشئين القطاع الناشئين مقسم الى قسمين 5 فرق براعم و5 فرق مسابقات واحنا ممكن كمان نقول او نعمل مقارنه ان الفريق الاول في النادي الاهلي يعتبر الناس اللي شغاله بروفيشنال شغاله باحتراف يعني الناس اللي شغاله وبالنسبه لقطاع الناشئين اكننا زي مدرسه البراعم المدرسه المرحله الابتدائيه والاعداديه والثانويه دي البراعم وبعد كده البراعم دي الاعمار السنين الصغيره الاعمار السنين الصغيره عارف 2012 و2011 و10 السنه اللي فاتت كانت لغايه 2007 وفرق المسابقات تعتبر الجامعه لكننا في المرحله الجامعيه A tam je velmi důležitý chápat, že v každé škole se přece je jiné učivo a musí na sebe navazovat. A to je vlastně ten klíčový bod, který jsme si potom roce zhodnotili, že takhle je to správně. To znamená, je jiné učivo, ty učiva na sebe musí navazovat. Nejde dělat stejné postupy jako u profesionálního týmu i u těch malých dětí, musí to mít step by step. الناس كلها لازم تدرك وتفهم ان كل مرحله عمريه ليها الشغل بتاعها زي مدرسه كده كل مرحله تعليميه ليها اسلوب التعليم بتاعها وليها المنهج بتاعنا وطبعا لازم المناهج او الشغل يكون مرتبط بالشغل اللي قبله فاحنا بدانا في القطاع نشتغل بالشكل ده بحيث ان كل المراحل العمريه وكل الفرق تكون مرتبطه ببعض تباعا يعني. كان في جلسه مهمه جدا لجنه التخطيط كابتن محمود الخطيب مع مصر بروكتش والكابتن خالد بيبو يعني عايزين نعرف ابرز مدار في هذه الجلسه. My jsme si v podstatě po mém příchodu do Káhiry a do klubu Al Ahly, tak jsme si vlastně vydefinovali, jaké změny bychom chtěli udělat. أنا أول ما جيت القاهرة أول ما جيت أشتغل في قطاع الناشئين أنا كنت قعدت مع الكابتن خطيب ولجنة التخطيط وحددنا إيه هي التغييرات اللي محتاجها قطاع الناشئين في النادي الأهلي. A to je vlastně jako absolutní základ systematické práce, která pak má dlouhodobé výsledky, je, že se pravidelně provádí zpětná vazba, jakýsi feedback z toho, že máš plán, co chceš udělat, a potom co z toho se splnilo, že to je jako dan. والاعداد دي والاجتماعات دي بتبقى هي اساس العمل الممنهج. يعني اول ما قعدنا اتفقنا على التغييرات اللي هتحصل وبعد كده اشتغلنا بسيستم ممنهج بسيستم معين في قطاع الناشئين بعد كده قعدنا مع كابتن الخطيب واللجنه التخطيط تاني بحيث يدونا الفيدباك. انا عايز بس الاجتماع الاخير ده المهم يعني اللي قاله ده دي كانت الجلسه الاولى وبعد كده قعدنا الجلسه الثانيه وكان الفيدباك بتاع الموسم بقى كله اساس مرشلي نيدروشي شي بيتس مرشلي مش مش مدفينوفالي تاك ينو بيش تشيك سامورينيا Řekli jsme si, co se podařilo, ale taky jsme řekli, co potřebujeme zlepšovat, co se nepodařilo. واحنا في الاجتماع مع كابتن الخطيب ولجنة التخطيط اتكلمنا في الحاجات اللي احنا نجحنا وحققناها وطبعا اتكلمنا في الحاجات الثانيه اللي لم نوفق فيها لسه ولسه هنعملها التغييرات اللي محتاجين نعملها. Takže první krok, který se podařilo zlepšit, to znamená, zvyšuje se kvalita hracích ploch. Bez diskuze se na tom pracuje, aby se zlepšily podmínky pro trénink. فاول حاجه قدرنا نحققها ان ظروف التمارين وظروف الشغل اتحسنت يعني ملاعب بتتصلح وكل حاجه ظروف التمرين كلها اتحسنت ده اول حاجه ممكن نقولها حاجه اساسيه Zlepšuje se materiální, technické zabezpečení a vybavení, to znamená, je evidentní, že do toho klub investuje peníze. U ten je hágat hágat na fíjen, nahne jedna gib bardu adovat, kytýr mehtagenha, u da jambu amin ihtimém, taban l'idára byl bqtá naši'in, u sesmarha kamen bqtá naši'in. Snížili jsme počet hráčů, tím pádem je prostor pro to věnovat se detailně menšímu počtu, ale o to kvalitněji těm hráčům. U třetí hága, nahne jsme fíjen, nahne alidna, adad l'ábím bdamg l'fira, u idarna nahne nštěgl máhům bšekl tafsíli, u bšekl fí gauda a'la. Jáni kde já dorafem min kalem Mr. Brokic, in nad l'ahli, mašallah, موفق كل الامكانيات علشان ان شاء الله يكون في نجاح كبير خلال الموسم القادم ان شاء الله عايز اساله بس هروح لفاصل سريع بقى عن يعني اكتر عن الاجتماع وايضا عن توحيد طرق اللعب ما بين القطاع الناشئين وما بين الفريق لكن اسمع اجابته لكن بعد الفاصل
اهلا بحضراتكم من جديد. كنت بسال مستر بروكيتش قبل الفاصل عن يعني ابرز ما جاء في اجتماعه مع لجنه التخطيط، وايضا كمان عن توحيد مبادئ اللعب في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. ازاي توصل باللاعب الناشئ لما يطلع الفريق الاول يبقى هو نفس النظام ونفس السيستم في الناشئين هو نفسه في الفريق الاول؟ Jednoznačně jsme se ještě shodli na schůzce na faktu, že pokud chceme efektivněji vychovávat hráče pro A tým a pro profesionální fotbal, tak je velmi důležité, abychom měli více informací o těch hráčích. To znamená, to, co nás teď čeká, je testování, pohovory, dobrý sběr informací, individuální přístup k hráčům. A حاجه مهمه جدا اتكلمنا في اجتماع مع كابتن خطيب لجنه التخطيط واتفقنا عليها ان عشان نعمل تطور في مستوى اللاعبين ويكون الشغل معاهم بشكل افكتيف فعال اكتر فلازم يكون عندنا معلومات عن كل لاعب عندنا. فاحنا دلوقتي هنعمل في تستات اتعملت للعيبه وهنبتدي نعمل تستات للموسم الجديد من الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها. يعني القياسات دي خلاص بدات تبقى موجوده، خلاص بدات تشتغلوا عليها. لازم تكون موجوده وموجوده بالفعل. موسي بيت دوجيتي فاكت برتوجي بوكوت تشوفيك مع انفورماسيون تو زمرا تيستي což jsou data. Pak má pohovor, což jsou zase data. Tak v té chvíli už to není náhoda, ale v té chvíli je to v podstatě práce s informací a už jako člověk vědomě něco rozvíjí. Je حاجه مهمه طبعا جدا في القطاع يكون عندنا داتا ومعلومات عن اللعيبه. فاحنا لما نعمل تستات بيكون عندنا نتائج والنتائج دي تعتبر داتا لينا. وبنقعد برضه بنعمل انترفيوهات مع او بنعمل اجتماعات مع كل اللعيبه عندنا في القطاع وبناخد منها برضه معلومات. فبنشتغل بالمعلومات، ما بنشتغلش عن طريق الصدفه، يعني ما بنعتمدش على الصدفه. كويس. Jeden z klíčových bodů byl toho, co jsme se bavili. My si nemůžeme myslet něco. My musíme prostě vědět, jak to je. A my الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها في الاجتماع مع كابتن خطيب ولجنه التخطيط ان احنا ما ينفعش نعتقد حاجه او نعتمد على الصدفه في حاجه، بس لازم نعرف احنا بنعمل ايه وازاي وليه. كويس. طب تعالوا نشوف مع بعض برضو بعض الفيديوهات اللي استعرضها مستر بروكيتش مع كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط وتوحيد طرق اللعب. يعني دي كان اول فيديو معانا هو استعرضه في الاجتماع. ده كان لفريق 2001. انا حابب مستر بروكيتش يشرح هو. Tak, nejedná se v podstatě o principy jenom pro jednotlivý tým, ale jsou to, je to jednoduše řečeno, že když se půjdete podívat na juniorský sektor, tak by měly být patrný stejné principy hry, jak se hráči chovají. مبادئ اللعب دي ما بتخصش فرقه بعينها، فرقه واحده بعينها، لكن دي بتخص قطاع الناشئين باكمله. انا شايف فريق 2001 2003 سيدنا تشيئتك عشان اي حد يجي يتفرج على ماتشات او مباريات قطاع الناشئين هيحس ان في مبادئ لعب موحده في كل فرق قطاع الناشئين. Nesouvisí to s tím, v jakém hrajeme rozestavení. Souvisí to striktně s tím, jak se hráči chovají, jaké dodržují vzdálenosti. والمبادئ اللعب اللي احنا موحدين هذه ما لهاش اي علاقه بالتشكيل اللي الفرقه بتلعب بيه، لكن ليه علاقه يعني اي لعيب هيتحط في البوزيشن ده هيأدي نفس الوظيفه بنفس بيعرف اهم حاجه يعرف وظائف مركزه والمساحه اللي بيتحرك فيها ومفروض يعمل ايه في الهجوم وفي الدفاع. ده كلام مهم جدا علشان كمان كل جماهير الاهلي تعرف العمل الكبير اللي بيتم داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي دلوقتي باساليب علميه حديثه دلوقتي كمان. مدرني فيدو كابتن فيلمي دولوجيتي مومنت فيلمي دولوجيتي مومنت هي جي سامونجي فانوشيك nebo běžný člověk sleduje, co se děje s míčem. Ale my musíme sledovat práci všech hráčů, i ti, kteří jsou bez míče. To znamená, že máme kapitán, že musíme nechat být na minha vardu, že المشجع هو بيتفرج على مكان الكوره، يعني بيفكر على لما يجي يتفرج على ماتش بيشوف بس مكان الكوره، لكن التحركات الثانيه احنا كمدربين وقطاع ناشئين بندرب اللعيبه بيبصوا على الكوره على الـ على الـ على الهجمه ككل، يعني بيبصوا على المكان اللي بره الكوره، اللي بيحصل بره الكوره وازاي اللعيبه بتتعامل وبتتحرك برا كوره. Zjednodušeně řečený, my chceme být nebezpeční soupeři, ne sami sobě. To znamená, ten kompakt jako jeden z principů je ده حته هنا معلش واسيبه برضه كمان النقطه دي تحضير الهجمه اللي احنا بنشوفها دلوقتي مع مصر موسيماني فوق تحضير الهجمه من تحت وحارس مرة الديفنس نفس الفكر بيتنقل لقطاع الناشئين. Protože samozřejmě coach Musimani je velmi aktuální. To znamená, dnes se ten fotbal přece nějak vyvíjí a je evidentní po mistrovství Evropy, po mistrovství Jižní Ameriky, kudy se ten fotbal vyvíjí. A trenér Musimani je velmi aktuální trenér. طبعا ده بيحصل عشان الكره العالميه دلوقتي في التطور مستمر وكابتن موسيماني على درايه كامله باللي بيحصل في العالم في تطور الكوره فالناس كلها بتشوف ان الناس كل الفرق الكبيره بتحضر من ورا. ده كمان 2006، يعني احنا شفنا 2001
و2003 نفس الفكر برضه بيطبق مع فريق 2006. شيخني كبير كتير هي 10 على 10 تاك ما يسيدنو تسني برينسيبي. كل الفرق الكبيره اللي بتلعب 11 كلهم عندهم مبادئ لعب موحده. سو تام بيت بيفني ديفينوانيك زاكادنيك برينسيبو. في خمس مبادئ لعب معروفه ومتفق عليها موحده. لا انا اللي عاجبني في مصر بروكيتش دكتور ابراهيم ان هو يعني مصر على فكره اللي عايز يوصله للاعبين داخل قطاع الناشئين. Tak my musíme vědět, jak hrajeme a k tomu připravovat ty hráče. Takže to je jakoby zase vědomá činnost, nespoléhat na náhodu. Třeba jeden z principů. Irga byl bytát 2001 Players in the Box. Ty tahrukat, finishing. نهاية الهجمة ودي مهمة جدا برضه تحركات فوتبال هنا جولي مي chceme hrát atraktivní fotbal a aby padali góly tak musí být určitý počet hráčů uvnitř pogotového طبعا طبعا الكرة الحديثة يعني متطورة واهدافها ان احنا نجيب جوان فعشان نجيب جوان ونلعب بشكل جذاب بشكل كويس لازم يكون عندنا عدد معين من اللعيبة جوه البوكس جوه منطقة الجزاء. خلي بالك برضه هرجع اكرر 2001 نفس الشكل مع 2005 نفس الشكل مع 2003 نفس الانتشار داخل الصندوق. Jo. V podstatě to, co udělá hráč s míčem, tak my mu neříkáme, jak se má rozhodnout. Ale vedeme ty hráče kolem něho, aby měl několik variant. Ten hráč se musí rozhodnout sám, ale musí být pravidla v té hře. اللعيب هو اللي معاه الكره هو اللي بيقرر يعمل ايه في الملعب بس احنا لازم نفهم اللعيبه عندنا التحركات يعني ازاي يتحركوا في الملعب بحيث ان اللي معاه الكره ده يكون عنده كذا امكانيه للعب ويساعدوه في قراره لكن قرار اللي في الملعب اللي معاه الكره هو اللي بيقرر لوحده في الملعب لكن احنا بس بنساعده بتحركات اللعيبه. Tak když jenom řeknu krátkou revizi, tak první princip kompaktnost, vzdálenosti mezi hráči v průběhu celé hry. Lámeme muraga basita kde o sariya ala ala al khamas mabadi, awal mabda awal kompakt, je taqarub al khutut wa safuf bin al bin al la'iba fil nahya al hujumiyya wa nahya al difa'iyya. Druhý princip počet hráčů při zakončení. Tani mabda shaghin alayhi wa adad al la'iba fi inha' al hajma bi muntat al jazaa. Třetí princip změna hry ze strany na stranu. Telet mabda wa switching play lo taghyir ittijah al la'b fi nafs al hajma yaminan wa yasaran. Yani kura kanat hana fi al shimal dawarat wa rahat nahya al yamin. Taghyir ittijah al makan al shimal rahat al yamin. Moc děkuju, že se o tom můžeme bavit, protože to je nejkrásnější část fotbalu, povídat si o tom, jak ta hra funguje. Jo, bishkurak taban, kapten gidden ala al kalam nahnu nikallimu wa da haga muhimma gidden nahnu nikallim bishkil da fil barnamij. La da ahna li bnushkuru saraha ala al fikr wa ala al israr wa ala al majhud wa al ta'b li bi'amil. Aiz asal Mr. Rukic, al la'iba ba bitfarag ala nafsaha lamma bit. Hrach se divina saba? Ano. Používáme dvě základní metody, to znamená ukazujeme hráčům, jak funguje vývoj fotbalu, to znamená kam moderní fotbal směřuje. Totiž my nemůžeme dělat fotbal, jak je teď. My musíme přemýšlet, kam bude za pět let. A طبعا اللعيبه بتفرج على نفسها وبنشتغل معهم باسلوبين. اسلوبين بن اول حاجه بنفرجهم على الكره العالميه بنوريهم الكره العالميه رايحه لفين عشان ما ينفعش نشتغل مع اللعيبه على على الكره الحديثه حاليا بس دلوقتي لازم نعرفهم مثلا في خلال كام خمس سنين الكره رايحه فين هتتطور تروح فين. من المبادئ برضو بريسنج مع 2003 بريسنج ده هو ده اسلوب النادي الاهلي. فرقه هجوميه بتلعب ضغط عالي دايما. My jsme ale hráli. My nehrajeme nikdy na remízu. My chceme všechno vyhrát a musíme hrát aktivně a agresivně. To je náš fotbal. احنا النادي الاهلي احنا ما نلعبش خالص على التعادل نلعب على المكسب بس فلازم يكون الضغط ده حاجه اساسيه عندنا في في اسلوب اللعب يعني. Remíza je pro ostatní. التعادل ده ممكن يكون لحد تاني مش للنادي الاهلي. انا بحييه صراحه على على الشغل الكبير اللي داخل قطاع الناشئين من النادي الاهلي وصراحه انا شخصيا سعيد باللي انا بشوفه دلوقتي. Děkuji, moc si to vážím. Tady máme pátý poslední princip a to je sjednocený build-up. Ano. واخر مبدا هو المبدا الخامس اللي هو ازاي نحضر الكره من ورا ازاي نبدا الهجمه من ورا. Teď můžu v plynule přejít, co nás čeká do dalšího roku. Tady jsme třeba stihli zpracovat těchto pět principů a build-up od brankáře, vlastně z obrany jeho pásma.
a teď v tomhle roce budeme řešit střední pásmo a zakončení. دلوقتي برضه ممكن نتكلم على اللي احنا هنعمله برضه في ان شاء الله في الموسم الجديد. احنا خلاص يعتبر اللعيبه شربت المبدا اللي هو بدايه الهجمه من ورا عن طريق حارس المرمى, وفي الموسم الجديد ان شاء الله هندربهم بشكل مكثف على ازاي نطلع بالهجمه من نص الملعب برضه. ازاي بدايه الهجمه في نص الملعب. اشي كابتن ميتال اوتاسكو يسي بوشتيمه هراتشوم ناشي زاباسي تاك انو مين بوشتيمه كم سي فوتبال في بي تاكشي سويتوفي تيمي اسلودوفي سموزي ناشي تيم ا بوتوم يي دروها تشاست كدي واسني بوشتيمه analýzu z našich vlastních utkání a s hráčima to řešíme a chceme, aby tomu rozuměli, ne aby jenom to dělali, ale aby rozuměli tomu, jak ten fotbal funguje. وحضرتك سألته هل اللعيبة بتفرج على نفسها؟ اه طبعا بتفرج على نفسها. زي ما قلنا بنتبههم بالموضوع المنقسم لشقين, اول حاجه بنوريهم فيديوهات وبنحللهم فيديوهات على الكره العالميه, وبعد كده بنوريهم فيديوهات تحليليه على الماتشات بتاعتهم عشان يفهموا الكوره, مش عشان ينفذوا بس, لكن عشان كل واحد من اللعيبه يفهم واجبات مركزه يعني يفهمها. كويس. مستر بروكيتش السنه اللي فاتت يعني ما شاء الله النادي الاهلي في بطوله 99, يعني المباراه الاخيره كان يعتبر هو حصل على دوري 2001 النادي الاهلي حقق بطوله الدوري, كان دوري قوي جمهوريه. 2006 برضه ما فيش غير بطوله واحده بس هي اللي ضاعت مننا, كانت مسابقه 2003, لكن كل القطاع ما شاء الله حقق نجاحات كبيره. رؤيه مستر بروكيتش هل هو تحقيق البطوله ولا تحقيق لاعب يطلع الفريق الاول, ولا الاثنين مهمين مع دمج الاثنين مع بعض علشان يكون حقق اهدافه؟ Děkuji za krásnou otázku. Šokrán as soel el-gemil kapten. Já rozumím tomu, že fanoušci, rodiče, že všichni očekávají prostě výsledek, to znamená první místa. Já tomu v tomu rozumím všechno. طبعا انا متفاهم الجماهير واولياء امور اللعيبه ان كل في المقام الاول هم عايزين يكسبوا بطوله. المكسب هو عندهم في المقام الاول, فانا متفاهم عقليه جماهير النادي الاهلي. Nicméně, já bych si přál, abychom my ty vítězství a ty výsledky dosahovali kvalitou hry, který nám zajistí dlouhodobě výsledky, a ne, že něco vyhrajeme občas náhodou po jednom rohu nebo po nějaké standardní situaci. Prostě, aby kvalita hry byla taková, že nám přinese systematicky vítězství a zároveň s tím doopravdy budu šťastný, až uvidím někoho z těch kluků v A týmu nebo v profesionálním fotbalu. Já chci zaوصل لمرحله ان المكسب يجي عن طريق شغل ممنهج الاداء واداء كواليتي بتاعه عالي, مش ان احنا نعتمد على صوته, يعني ما ينفعش نعتمد على صوته في المكاسب. فانا عايز اوصل للمرحله دي ان احنا نجهز اللعيبه بشكل كويس ويكون ادائنا يجيب المكسب, ولما الاداء يكون قوي للعيبه فده المكسب يكون طويل المدى مش قصير المدى. فانا هبقى مبسوط جدا لما اشوف برضه اجهز لعيبه وللفريق الاول ويكون اكبر عدد لعيبه موجوده في الفريق الاول. مستر بروكيتش الموسم اللي فات كان في توقفات كتير, كان في تاجيل ماتشات, ما كانتش الرؤيه واضحه اكتر, وكان دي سلبيات. ايه السلبيات اللي مستر بروكيتش يتمنى ما يشوفهاش تاني بقى موجوده في الموسم القادم عشان يعني يبقى عنده حريه اكتر في الشغل, عشان لما يحط برنامج يبقى حاطط برنامج سنوي مش حاطط برنامج لمده شهر ولا شهرين, خاصه ان هو عانى كمان في مسابقه 99 قعدوا يتمرنوا ومفيش رؤيه واضحه, يا ترى البطوله هتكمل يا ترى مش هتكمل. No, samozřejmě mě potom vadí, když se takhle. Kvalita výchovy hráčů je přímo ovlivněna systematičností. To znamená, my asi neovlivníme, co působí COVID, ale třeba příklad finálového utkání se Zamalkem 99, kdy kvůli jednomu utkání se prodlužuje uměle sezóna pro dva týmy, úplně nesmyslně kvůli jednomu utkání, tak mi přišla zcela nesystémová. طبعا جوده اللعب بتنتج عن طريق سيستم ومنهج وخطه ممنهجه. ومثال لده كان ماتش الاهلي والزمالك اللي هو اتاجل, اللي هو كان المفروض اللي يحسم 99 البطوله. ان هو كان اتاجل بشكل ملهوش داعي وملهوش اسباب يعني مقنعه. وبسبب تاجيل الماتش ده فرقتين كانوا يعني البرنامج بتاعهم يعتبر ما مشيش بشكل كويس, وكانوا بيتمرنوا وما بيتمرنوش في نفس الوقت. فالموضوع كان صعب يعني. يعني هو يتمنى انتظام المسابقات في الموسم الجديد. Myslím, že je velmi důležité, aby se zlepšila spolupráce s fotbalovou federací, s asociací, a aby byly přesně daný pravidla, jak fungují soutěže, přesně daný pravidla, jak fungují termíny. A to nám umožní
سيستماتيكي براتسوات تيم سيزلبشي اي ريبريزنتاتسي سيزلبشي سي ايجيبتسكي فوتبول. طبعا انا بتمنى يكون اسلوب التعاون كمان والتعاون مع الاتحاد المصري لكره القدم يكون بشكل اقوى، بحيث ان من قبل ما نبدا الموسم يكون في قواعد واضحه ومواعيد واضحه لكل حاجه، وده هيمكن كل الانديه والنادي الاهلي ان هو يشتغل بشكل يعني ممنهج، يكون في خطه طويله الاجل يعرفوا يشتغلوا عليها، وده كمان هيحسن من جوده اللعب للمنتخب كمان والكره المصريه عموما. يعني طبعا خاصه ان النادي الاهلي القوام الرئيسي للمنتخبات الناشئين والشباب بيكونوا من لاعبي النادي الاهلي، وهو كان بيتكلم عن القياسات واهميتها في بدايه الموسم. عندنا برضو بعض الفيديوهات لمستر بروكيتش والاجهزه الطبيه وهم بيعملوا قياسات في بدايه الموسم واهميتها، هنعرضها دلوقتي الفيديوهات دلوقتي. في podstatě to video vzniklo proto, abychom i komisi pro plánování a abychom vlastně i panu prezidentovi ukázali, že investice klubu do hráčů musí být pod kontrolou. الهدف الاسمى والهدف المهم من الفيديو اللي احنا عملناه ده بخصوص القياسات، ان احنا كنا عايزين نوري كابتن الخطيب ولجنه التخطيط ان الاساس ان الاستثمار النادي الاهلي في 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 في, في قطاع الناشئين ده مهم جدا، ولازم الاستثمار ده يكون تحت الكنترول بتاعنا، فيكون تحت الكنترول بتاعنا عن طريق معلومات عن اللعيبه، ان احنا نعمل لها تستات ويكون عندنا معلومات عن كل لاعب. احنا شايفين دلوقتي بدايه القياسات، يعني كل حاجه دلوقتي بقت باسلوب علمي وكل لاعب ليه فايل من بدايه الموسم. každý hráč má i svou složku a tak. Přesně tak. Jako já si myslím, že tohle je evidentní, protože pokud klub investuje do mládeže, investuje do své budoucnosti. A naše zodpovědnost je držet jako tu investici pod kontrolou, a to je potřeba pomocí dat a faktů. طبعا ده حاجة مهمة، ان النادي الاهلي بيستثمر كتير في قطاع الناشئين، والواجب بتاعنا احنا في قطاع الناشئين ان احنا نحمي استثمارات النادي الاهلي في القطاع، والحماية دي هتنتج عن طريق داتا عن اللعيبة وقياسات عن اللعيبة ومعلومات عنها، بحيث ان اللعيب ده هو المنتج اللي هيرجع استثمار النادي الاهلي في القطاع. ايش زبولانيم فيلمي دولوجيت اي فاكتيا جي زرانياني هراج نموجه ترينوات تيم سنه مش زلبشوات تيم سنه مش زهرنوتيت انفستيتس. وحاجه مهمه عايز اقولها ان اللعيب لما يتصاب ما بيتمرنش، ولما ما بيتمرنش ما بيلعبش، وده بيأثر بعد كده على استثمار النادي فيه ماديا. Jediná cesta, jak předcházet zranění, je prevence, informace o hráčích a na jednu hodinu fotbalového tréninku kompenzační trénink z hlediska nastavení těla a správný přístup k tomu tělu. والحاجة المهمة عشان ده ما يحصلش ان احنا نخسر استثمارات النادي الاهلي في القطاع، ان احنا يكون عندنا داتا عن اللعيبة ومعلومات عن اللعيبة ونعمل لها تستات، وان احنا برضو يعني نحمي المعلومات دي ونرجع استثمار النادي. كويس. كنت عايز اسال مستر بروكيتش برضو، شايف عملية الإعارة ثلاث لاعبين من قطاع الناشئين للدوري، تشيكي محمد بيسو ميدو ومصطفى فوزي، شايف الإعارات دي ازاي؟ خاصة بعد النادي الأهلي ما حققت نجاحات كبيرة، لكن كانت إعارات داخلية، دلوقتي بدأت الإعارات يعني خارجيا في دوري تشيكي، وهو كمان من التشيك. tak samozřejmě využili jsme nějakého propojení díky tomu, že jsem z České republiky, tak jsme využili možnosti, které tam jsou i ve spolupráci s mým agentem. احنا استغلنا طبعا الامكانيات الموجوده ان انا من جمهوريه تشيك جنسيه تشيك، فاستغلت طبعا العلاقات اللي عندي هناك، وبرضه استغلت الوكيل بتاعي كمان في تشيك. A je to tak, jak jsme se bavili o té škole, tak v podstatě, když ty kluci potom ukončí tu univerzitu, tak ta zkušenost hrát nějakou dobu v Evropě pro ně může být klíčová. Je to třeba vidět na tom hráči, který momentálně hraje za Smoha, který ze zkušenosti z Čech dneska má jakoby komplexní, ucelený a může se sám zlepšovat. To je vždycky dobrá zkušenost. Fahna, lama nikallim, hatta lama kallim na an al-qita' al-nashin da ya'tabar al-jam'a aw al-firq musabit ta'tabar al-jam'a bta'at al-qita'. فان اللعيب يروح اوروبا فممكن يكتسب خبرات كبيره بعد كده تساعده تكون اساسيه في الكارير بتاعه في كره القدم، وده كان واضح جدا في احمد عبد القادر دلوقتي بيلعب مع طبعا مع ما شاء الله سموحة وعامل وعامل اداء هايل ناجحه في تشيك كمان، وكمان على المستوى البدني كمان رجع حاجه رائعه. samozřejmě protože my máme pro nás jsou obě cesty správně, buď se ten hráč vrátí sem do Egypta
a bude mít tu evropskou zkušenost, čímž jeho hodnota stoupá a bude použitelný buď pro A tým nebo pro prodej do ostatních týmů, a nebo zůstane rovnou v Evropě a opět je to jako zajímavá cesta. طبعا احنا عندنا سكتين وسكتين يعتبر مكسب للنادي الاهلي. اول حاجه ان اللعيب يكتسب خبرات هناك وياخد يكتسب خبرات جديده من جو جديد, واما يرجع جاهز للفريق الاول او يتباع داخل مصر للانديه او يتعمل له اعاره او يكمل في اوروبا, ودي طبعا حاجه مثيره لبعض الالعاب الترفيهيه دي في بدايه الموسم. نشاط كاسدوني تي تريننج دي فتره الاعداد في الصاله. My jsme teď rozdělili přípravu na tři části, jo? Takže ta první část je vlastně věnovaná této fyzické průpravě, aby ty hráči byli odolnější vůči zranění. احنا فتره الاعداد دلوقتي في الموسم الجديد قسمناها لثلاث مراحل, واول مرحله دي خاصه بالجزء البدني, تجهيز اللاعبين بدنيا بحيث ان احنا نعمل لهم وقايه ضد الاصابات بعد كده ان شاء الله. Souboje jsou ve fotbale čím dál tvrdší. Hráči musí zvládat pádovou techniku a opět tady platí, zraněný hráč se nerozvíjí. الالتحامات طبعا دلوقتي بقت كتيره جدا في كره القدم, واللعيب لازم يتعلم كمان ازاي يقع صح عشان ما يتصابش. وعايز اعيد تاني ان اللعيب المصاب ده بيبقى خساره للنادي وتضيع وقت. اخيرا مستر بروكيتش, سعيد بالعمل داخل النادي الاهلي؟ صدقني سي سبوكويني سكراتسي في كلوب الاهلي. No, samozřejmě, je to nádherná zkušenost. Já jsem i panu prezidentovi, i komisi, i Khalid Bibo jsem poděkoval osobně při naší schůzce, že je to velmi cená a velmi zajímavá zkušenost v mé kariéře a v mém životě. A jsem za ní moc rád. طبعا انا مبسوط جدا في شغل النادي الاهلي, حتى انا شكرت الكابتن خطيب ولجنه التخطيط وكابتن خالد بيبو انهم اتاحوا لي التجربه الهائله دي في قطاع الناشئين. فبالنسبه لي تجربه هائله حتى في الكارير بتاعي, في الكارير المهني بتاعي. واحنا بنشكرك وبنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله, ودايما يكون في يعني حوارات بتجمعنا بعد نجاحات كبيره ان شاء الله في قطاع الناشئين النادي الاهلي. بشكرك مستر بروكيتش. شكرا جدا. بشكرك يا دكتور ابراهيم. واخيرا بقول لي, اللغه الشكية سهله ولا صعبه؟ اللغه الشكية صعبه. صعبه صعبه الصراحه. بس جميله. جميله. انا بشكركم وبتمنى لكم كل التوفيق. بشكر يعني مستر بروكيتش والدكتور ابراهيم منصور على الترجمه. نروح بقى للفقرة الثانية مع رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي, وتساؤلات كتيرة عن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي مع الكابتن خالد بيبو, ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. زي ما احنا شفنا في لقاء مستر بروكيتش, يعني عمل كبير جدا داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي علشان نشوف بقى قطاع الناشئين في النادي الأهلي زي ما شفناه قبل كده في سنوات كتير بيطلع بالعشر لاعبين و15 لاعب للفريق الأول. الحمد لله ماشي دلوقتي قطاع الناشئين بالنادي الاهلي على الطريق الصحيح, بنشوف نجاحات كبيره جدا. وايضا كمان الكابتن خالد بيبو اللي عامل مجهود كبير ومشرفنا النهارده, وكمان في تساؤلات كتير لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كل الناس بتسالنا يا ترى امتى اختبارات قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. النهارده الكابتن خالد بيبو موجود علشان يرد بقى على كل التساؤلات دي. في البدايه بنرحب بالكابتن خالد بيبو. نورنا كابتن خالد. اهلا كابتن سامي, وسعيد ان انا موجود معاك, وسعيد جدا بالبرنامج اللي هو بيتكلم عننا وبيدينا الفرصة ان احنا نتكلم عن شغلنا, وبيدينا الفرصة ان احنا نقول كل اللي نفسنا فيه. وده يعني بصراحة حاجة محترمة جدا, واحنا عارفين ان انت في اي وقت الشغل اللي انت بتعمله بيظهر للناس بالشكل الكويس. هو ده دورنا, يعني كل الشغل الكبير انتوا بتحققوه داخل قطاع الناشئين النادي بنسلط الضوء عليه. كابتن خالد ما شاء الله الموسم اللي فات 1999 2001 2006 بحاول بطولة, بس ما حلفناش الحظ في 2003 رغم انك انت لاخر مباراه كنت بتنافس. ايضا كل البطولات المنطقه كنت شبه واخدها, لكن برضو يعني ما استكملتش. لكن في نجاحات كبيره ما شاء الله داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. قول لنا بقى الموسم الماضي ابرز الايجابيات وابرز السلبيات. الحمد لله طبعا, يعني من البدايه طبعا انا استلمت المهمه من الكابتن فتحي مبروك, وكان مجهز هو شغل كبير جدا زي ما انت عارف ان احنا كلنا بنسلم بعض يعني. واستلمنا المهمه وكان في ترتيبه كده ان احنا لازم يبقى في ضم لفرق قطاع الناشئين من النادي الاهلي, لان احنا اكتشفنا ان الفرق اللي تلعب منطقه كلها ما فيهاش استفاده. حقيقي بقى لعيب بيقعد مواسم كتيره قوي في النادي الاهلي, وفي الاخر هو ما بيستفادش, بيلعب ماتش كل 10 ايام مثلا او كل اسبوعين ماتش في بطوله المنطقه,
وفي الاخر فرقه بتكسب ب 14 15 0 وفرقه تنسحب. مفيش استفاده فنيه. فمفيش اي استفاده ومفيش اي ناتج من اللعيب، انت حتى كمان ما بتعرفش تقيم اللعيب كويس. مظبوط. فكان الهدف ان احنا يبقى عندنا الكواليتي بتاع اللعيبه مختلفه. فعشان تشوف الكواليتي الكويس ده لازم تشوف في منافسات اقوى. فكان الفكره ان انا هشتري في كل مباريات كل مسابقات الجمهوريه واضم كل الاعمار السنيه اللي هي الفوق الكبيره اللي فوق ال 16 سنه. لان الفكره بتاع ان انا لعيب وصل 16 سنه ده المفروض ان هو يكون خلاص بيقيم على الدرجه الاولى. ما ينفعش ان انا لعيب يبقى عندي فوق ال 16 سنه ولسه بيلعب بطوله منطقه وادور له على مباريات عشان اقيمه يعني. فخلاص هو المفروض بعد 16 سنه تقيم يعني. فكل ما هو فوق 16 سنه ابتدينا في موضوع الضم. سيبنا طبعا ده كان من اهم القرارات. خلي بالك موضوع الضم ده من افضل واهم القرارات اللي اتاخدت في قطاع الناشئين. الحمد لله فرق معانا كتير قوي. طبعا ما تقدرش تعمل الكلام ده الا اذا كان عندك اداره فاهمه في الكوره كويس قوي. كويس. تقدر تتكلم معاهم، تقدر توصلهم فكرتك، وهم كمان هم عندهم الفكر بتاعهم اللي بيخليك تقدر وانت شغال مرتاح. طبعا موضوع الضم ده مش سهل، لان انت في ناس بقالها 7 و8 سنين بتلعب في النادي، مجرد ان انت بتقول لهم مش هتبقى ليكوا فرصه ان انتم مش هتبقوا موجودين، اكيد الدنيا بتبقى صعبه جدا والناس مش متخيله ان هو ممكن يخرج من النادي الاهلي في اي وقت من الاوقات. فده كان محتاج ان انت يبقى عندك رئيس نادي فاهم كوره كويس قوي وعارف ان السن ده 17 سنه 16 17 سنه خلاص ما بقاش ينفع ان هو يعني تسيبه موجود في النادي تاني طالما مش عارف تقيمه بالشكل الجيد يعني. اللجنة التخطيط برضو ساعدتني جدا ان احنا نقوم بالكلام ده. ولما جبنا المدير الفني هو كمان يعني كان رؤيته دي، لان احنا كان يهمنا نعرف هي الناس بره بتعمل ايه، الناس بره بتفكر ازاي، الناس بره ايه هي المسابقات اللي بتخش فيها. فطبعا ساعدنا جدا وحطينا اعداد وارقام لكل فرقه، الفرقه دي لازم تبقى كام لعيب، حتى يعني حتى بغض النظر عن القيد بتاع الاتحاد الكره، لان كان غريب جدا برضه السنه اللي فاتت ان الفرقتين بيلعبوا دوري ممتاز 30 لعيب والفرقتين اللي بيلعبوا تحت الدوري ممتاز 25 لعيب. فده طبعا وانت كنت ضامن، فكان يعني خلتنا يعني طبعا كانت في بدايه الموسم طبعا، وكانت التجربه صعبه جدا ان انت كمان يعني بقيت بتلعب فرقتين اللي تحت الفريق الاول كلهم 50 لعيب. وانت كمان رحت ماشي، كان فكرتك ان احنا هتطلع اعارات، فانت بقيت بتلعب ب 40 لعيب كمان. العدد قل عندك. العدد قل، رغم كده ان احنا كنا ماشيين في المسابقتين بشكل كويس 99 يعتبر خدت البطوله 2001 رغم ان احنا لعبنا بطولتين يعني داخلين في يعني 35 لعيب بطولتين كاملين. فده كان تحدي كمان اكتر ان احنا لازم الفكره بتاعتنا تنجح، وده اللي حصل، لان احنا عندنا الكواليتي بتاع اللعيبه اللي موجودين هو يلعب زي ما هو مرتاح في 2001، يلعب زي ما مرتاح في 99، فقدرنا ان احنا نحافظ على الكلام ده بشكل كويس. تبقى سعيد بقى كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين النادي الاهلي، تبقى سعيد لما بتلاقي عندك عدد من القطاع بيطلع يتمرن فوق مع موسيماني، او لعيبه بتلعب في مباراه وديه فبتظهر بمستوى جيد، فتبدا الناس تتكلم تقول لا ما احنا عندنا يا جماعه لعيبه داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ليه ما نستعينش بيهم؟ كنت سعيد برضه لما شفت احمد نبيل كوكا وهو ما شاء الله وقت يعني اصابه علي معلول وهو بيلعب في مكان غير مكانه وبيثبت اقدامه وبيشتغل بشكل كويس. طبعا طبعا. بص فكره التصعيد السنه دي للفريق الاول هي كانت ممنهجه، مش بالصدفه يعني. كان كل فكرتي مع كابتن سيد عبد الحفيظ وبروكيتش ومستر موسيماني ان هو اشوف كل المجموعه اللي عندي 99 او 2001 ومن خلال الرؤيه دي ان انا اعرف هو عايز مين منهم يعني. انت خلاص انا كل اللعيبه ال 99 و2001 اشتغلوا مع الفريق الاول ولفترات مختلفه، وكان كل فتره بنصعد 6 7 لعيبه يبقوا موجودين مع الفريق الاول يتشافوا بشكل كويس، ياخدوا المساحه بتاعتهم، ياخدوا ماتشات وديه مع الفريق الاول. فكان ده منهج ان احنا نعمله بالشكل ده عشان يبقى اتشاف، ما يبقاش ان هو راحت عليه اللي هو الفرصه ان هو ما اتشافش بشكل كويس مع الفريق الاول، ويعاد تقييمه مع الفريق الاول كمان. هل اللعيب ده لو دخل مع التيم بتاع الفريق الاول الوضع هيبقى ازاي؟ اللعيب قريب ولا مش قريب؟ التجربه طبعا نجحت بشكل كبير جدا الحمد لله. وزي ما شفنا اول ما الفريق الاول احتاج لعيب، لا
لا كويس. لا كوكا على فكره كوكا بيتحرك من مكانه، مش مكانه الاساسي اللي هو الباك ليفت ده، هو لعيب نمره 6 ولعيب محترم جدا. لو شفته كمان في مركز 6 طبعا ستة. احنا لا يعني لو شافوه يعني جمهور النادي، احنا بنتكلم جمهور النادي طبعا، لما شافوش انت عارفه انت شفته ماتشات كبيره، انما جمهور النادي لو شاف كوكا كمان في مركز 6 هينبسط قوي، لان هو لعيب محترم ولعيب عنده امكانيات عاليه جدا. فانا سعيد جدا ان هو اتحرك من مكانه كمان وادى. ده بيقول لك ان احنا المنظومه كلها بتشتغل بشكل كويس جدا، احنا بنجهز اللعيب عشان هيلعب قصاد جمهور النادي الاهلي ومع نجوم النادي الاهلي، فمفيش خضه بتاعت اللعيب ان هو ياخد وقت طويل وان هو يعني يستنى فرصه من كل فين وفين، انما الفرصه لما جت مسك فيها وده عبر عن كل الولاد، وده بيفتح الباب كمان للقطاع عشان يقول مصر الموسيماني لا ده احنا عندنا لعيبه ممكن تاخد 2 و3 و4 وتلاقيهم جاهزين. كابتن خالد بيبو شكل القطاع خلاص، احنا استعرضنا دلوقتي، يا ريت دلوقتي يعني يجيبوا لنا تشكيل القطاع وهيكون معانا دلوقتي، استعرضناه خلاص كل الفرق اتشكلت دلوقتي تمام. احنا انت تشكيل القطاع ده هو يعني السنه اللي فاتت طبعا يعني كان ليها دور كبير في البدايه، انما التشكيل الدور ده طبعا مستر بروكتش طبعا يعني كان ليه دور اكبر. هو اختار المجموعه اللي شايف ان هو تناسبه في الشغل بتاعه في الفكر بتاعه. احنا انا يعني كل بعرض عليه الناس وبقول له ده متاح وتقدر ان انت يبقى موجود معانا، وهو كان بيعمل مقابله شخصيه مع كل الناس، يعني كابتن سامر مثلا عبد الرحمن اخر واحد داخل معانا في ده، قعد يتكلم معاه مره واثنين وثلاثه عشان ان هو يخش طبعا كابتن سامر مدرب كبير واسم كبير في يعني مدرب محترم وعمل وعامل شغل كويس سواء لما كان في النادي الاول او اتحرك من النادي ده. هو ده القطاع معانا كابتن خالد، كل الفرق 2001 مدير الفني ومدرب العام، بس لاحظت ان في 2012 تحت كابتن حسين شكري لوحده، ده يعتبر لسه الفريق اللي بيتكون 2012 اول فريق في البراعم. والله طبعا بص كابتن حسين شكري واحد من اشهر الناس اللي بتشتغل في السن الصغير كويس، فاحنا كمان مسايبين فرصه يعني فكره عملناها السنه اللي فاتت ونجحت معانا بشكل كويس جدا ان انت بتسيب فرصه للمدربين بتوع الاكاديميه. حلو قوي ان التواصل يبقى ده مهم يبقى جدا. ده بيحصل تواصل ما بين الكابتن شطه ومستر بروكتش، بيبقى فيه محاضرات يعني محاضرات المدربين القطاع وبيشوف من خلالها المدربين، وبيبقى كل فتره كده بيبقى عندنا مدرب او اتنين موجودين في قطاع الناشئين يشتغلوا. انت بتدي طموح لكل الناس، مفيش حد يبقى موجود جوه النادي، طموح للمدربين، طموح للعيبه، طموح للاداريين، يعني الدنيا بتبقى بشكل محترم في تواصل بين الناس، فبتدي فرصه للمدربين بتوع الاكاديميه ان هو يبقى موجود في قطاع الناشئين ياخد خبرات، واللي بينجح وبيأدي بشكل كويس الموسم اللي وراه على طول بيخش. وفي عندنا في التشكيل ده حوالي من ثلاث لاربع مدربين كانوا هم يعني اساس في الاكاديميه، فالتواصل بيننا وبين الاكاديميه ده تواصل محترم جدا سواء في اللاعبين او في كل الاجهزه يعني. تمام، حسب معلوماتي الفترة اللي فاتت كانت راحة، لكن الكابتن خالد بيو ما خدش اجازة عشان الاستعداد للموسم الجديد والتجهيزات والملاعب والملابس وكل حاجة. هتكلم بقى عن التجهيزات الموسم الجديد ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. حالا دلوقتي بعثة النادي الاهلي وصلت مطار كازابلانكا بسلامة الله، يعني بنقول لعيبة النادي الاهلي الحمد لله على السلامة، ان شاء الله كل التوفيق ليكم، ترجعوا لنا ان شاء الله بكأس بطولة افريقيا بإذن الله. كابتن خالد كنت بس حضرتك عن الاستعدادات بقى للموسم الجديد، يعني بدأتوا خلاص بدأت التدريبات الساعة 6:30 الصبح، التدريبات 6 بيبدأ 6 الصبح. قول لي بقى التجهيزات بقى قبل بداية الموسم. لا طبعا يعني عشان نبدأ الموسم في حاجات كتير قوي. اللعيبة يعني بتصحى الساعة 6 بس الصبح ولا لا؟ بتتمرن 6 تتمرن 6 يعني بيصحوا كام؟ 4 يعني بقى اللي بيصحى 4 بيصحى 4:30. يعني هو طبعا الوقت الجو حر جدا، انت خلاص عايز تعود اللعيبة ان هم حلو ان ينام بدري ويرتاح، لو سبتوا التمرين طبعا لبعد الظهر ممكن لسه انت عارف بيبقى جاي من اجازة، فعلى ما يتعود ان هو ينام، فممكن الفترة ده انت عارف احنا كلنا يعني اللي بتفوتوا فتره اعداد ما بيقدرش يكملوا طول السنه. ده طلب الراجل الاجنبي هو ان التمرين يبقى 6 الصبح؟ يعني احنا رتبنا كل الكلام ده مع بعض طبعا، يعني اجتماعات كتيره طبعا خلال الفتره اللي فاتت، زي ما انت قلت انا الوحيد اللي ما خدتش اجازه يعني. ما انا بقول بس عشان خاطر ان احنا نقدر ان نبدا موسم بشكل كويس، احنا يعني حققنا جزء كان كويس السنه اللي فاتت، القطاع يعني حقق نتائج كانت الحمد لله ماشيه بشكل كويس.
فعايزين نكمل النجاح ده. فكان في لازم تجهز شغلك بشكل كويس. فكل الترتيبات بقى ان انت عايز تخلي اللعيبه طبعا راجع من اجازه، لو خليته بقى لسه في السهر فتره اعداد دي لو فاتت منه طبعا هي المهمه فتره اهم العداد. حاجه بالنسبه للاعيب الكوره هي فتره اعداد ان هو ما تفوتهوش يعني. عشان كده ان شفت فتره اعداد السنه دي احنا عاملين بشكل مختلف. شفت عرض شويه ان احنا كنا في صاله الكاراتيه واللعيبه بتتعود ازاي على ازاي تقع وازاي تتفادى الاصابات. اهم حاجه انا مش عايز اعالج بعد ما اللعيب بعد ما اتعور، انا عايز امنه يعني. الامان التامين للعيب الكوره ده اهم بكتير قوي من ان انا اعالجه، ان انا يعني الكوره هياخدها، انما طالما ما عندوش جسم ما قدرش يستوعب الكلام ده كله هتلاقي الامور بالنسبه له بقت صعبه جدا. السؤال بقى المعتاد يا كابتن خالد، واكيد انت بتتساله في اي مكان بتمشي فيه اختبارات النادي الاهلي، عندي لعيب كويس مواليد كذا مواليد كذا، عايز اوديه اختبارات النادي الاهلي. يعني اختبارات النادي الاهلي الفتره اللي جايه هتكون امتى؟ خاصه السنه اللي فاتت طبعا كانت الظروف صعبه، خارجه عن يعني الاراده يعني، وخارجه عن ايديكم الكورونا، وكانت ظروف صعبه. لكن السنه دي برضو ناس بتسال، ممكن يكون في اختبارات السنه دي للنادي الاهلي ان شاء الله؟ زي ما انت قلت احنا يهمنا النادي الاهلي، يهمه نمره واحد ولغايه مليون يعني. اهم حاجه صحه المواطن يعني، صحه البني ادمين. مش مشكله ان انا اعمل اختبارات وكانت الظروف مش مناسبه يعني. السنه دي يمكن الظروف احسن شويه، الدنيا ابتدت تبقى احسن الحمد لله. دخل يعني خلاص بقى في العلاج دلوقتي وفي التطعيم، فالدنيا بقت بالنسبه لنا ممكن ان انت تعمل اختبارات. احنا شغالين دلوقتي على اختبارات النادي الاهلي لازم تبقى مختلفه عن كل الاختبارات. فاحنا في ديل كده ماشيين فيه، وان شاء الله خلال يعني اتمنى انه خلال اليومين دول ده ينتهي. واول ما ينتهي ان احنا هنروح في كل مكان في مصر. حلو قوي. يعني والاختبارات ان شاء الله من المنتظر ان هي مش هتبقى اختبارات لفتره وتنتهي، لا ده اختبارات هتبقى طول الموسم. فاحنا يعني بنعمل ديل مع يعني مش عايز اتكلم عنه دلوقتي لغايه ما يخلص ان شاء الله. طيب ماشي. يعني انت النهارده كابتن خالد بيه واكد ان شاء الله هيكون في اختبارات للنادي الاهلي ان شاء الله خلال ايام قليله قادمه، وهتكون كمان فكر الجديد في الاختبارات مش هتبقى مثلا اسبوعين او ثلاثه في بدايه الموسم، لا ده هتكون ممكن على مدار الموسم كمان. على مدار الموسم كله. وده كان هدف كابتن خطيب في البدايه، ان انت لازم نوصل لكل الناس وفي كل مكان جوه مصر، لان انت في ناس كتيره مش هتقدر تجي لك الاختبارات، في ناس كتيره قوي، في ناس كتيره يعني تستحق ان انت توصل لها، وده دورنا ان احنا نوصل لكل اللعيب جوه مصر. فعشان كده احنا بنعمل الديل ده، ولما يخلص ان شاء الله هنعلن عنه بشكل كويس، لان حاجه كويسه تليق باختبارات النادي الاهلي وتليق بالنادي الاهلي ان شاء الله. كابتن خالد، كان في اجتماع مهم مع لجنه التخطيط، ابرز مدار في الاجتماعيه كان كمان مستر بروكيتش استعرض رؤيته المستقبليه من النواحي الفنيه، كابتن خالد برضه كان موجود استعرضته الموسم السابق وكمان رؤية الموسم الجديد. طبعا هو اجتماع كان طويل يعني، اجتماع دخل في أربع ساعات ونص، ومتلما يعني. أنا بشكر كابتن خطيب طبعا على إن هو إدانا الفرصة، حتى لما جينا في وقت في الاجتماع يعني إيه حبينا نجري بأحداث، ما رضيش، قال لك لا لازم أعرف كل تفصيلة صغيرة يعني، لا حاجه كابتن خطيب بيستعرض معاك اسم وكلمه في التقرير يعني اجتماع مهم يعني. كلمه في التقرير يعني، مفيش كلمه بتعدي على كابتن خطيب او لجنه التخطيط في ان انا ما اسالش عليها. لا احنا كنا حابين جدا الاول اجتماع، لان فكره ان لجنه التخطيط ورئيس النادي بيسمعك وبيعرف انت بتفكر في ايه، ده حاجه كويسه جدا. هم حطوا وضعوا الخطه الكبيره، واحنا كلنا بنحاول ان احنا ننفذها بشكل محترم. فالحمد لله زي ما قلت ان احنا كنا بنقول كل حاجه قابلها الراجل من ساعه ما جه القاهره واستلم الشغل، وحط خطه العمل، وايه الحاجات اللي ساعدته ان هو ينجح، وايه الحاجات اللي هو ناقصاه عشان ان هو يكملها. ويمكن كان بيتكلم انت بتتكلم على القياسات. الحمد لله يعني كابتن وافق والمجلس وافق على في شويه اجهزه كده ان شاء الله هتبقى موجوده في قطاع الناشئين لقياس سرعه اللعيب
وفي لعيب بقى رقم دلوقتي، فانت قطاع ناشئين كله تحول لارقام، كل لعيب في النادي الاهلي في قطاع ناشئين هتعرف بعد كده في برنامج احنا جبناه، هتعرف تدوس على تعرف الداتا كلها عن الداتا بتاعت اللعيب عامل ازاي، قياساته، اصاباته، عدد مشاركته، والحاله الاجتماعيه، ظروف، كل حاجه تقدر تجيبها عن اللعيب مجرد ان انت تخش على البرنامج وتشوف الكلام ده. فده احنا يعني بنحاول نطور من شغلنا، بنحاول ان انت توصل لعيب في كل تفصيله، يعني عايش ازاي، بياكل ازاي، الاسره، الدنيا ماشيه ازاي بالنسبه لهم، كل الكلام ده كله بيساعدك ان انت يعني بتلاقي مدخل للعيب ان انت تتكلم معاه. موضوع مجهد جدا ان انت تتكلم مع 150 بس خلاص انتوا ما شاء الله يعني زي بقول اتحطيتوا على الطريق بقى ايه الصح، الحمد لله. بتشتغل زي الفكر بره وزي فكر الدرجه الاولى كمان، ما بقاش فكر ناشئين دلوقتي، لا ده خلاص على اعلى نظام واعلى سيستم وباسلوب علمي دلوقتي. احنا كل بنلعب كل بنعامل كل لعيبه النادي الاهلي ان هم لعيبه محترفين، فده بيخليك ان انت تشتغل معاه بالشكل ده. كابتن خالد دلوقتي يعني دي لحظات ولقطات حصريه لينا، يعني لحظه وصول بعثه النادي الاهلي بسلامه الله الى مطار كازابلانكا، كل بعثه النادي الاهلي واحنا معاكم على الهواء دلوقتي، دي اللحظات الحصريه الاولى من لحظه وصول بعثه النادي الاهلي، كل اللاعبين، الجهاز الفني، الجهاز الطبي، الجهاز الاداري زي ما احنا شايفين، علي معلول، كل لعيبه النادي الاهلي كمان، يعني كل بعثه النادي الاهلي بنتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق، كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا رجاله كالمعتاد زي ما هم معودينا دايما، بنقول لهم علشان تدخل التاريخ وتكون في تاريخ النادي الاهلي زي جيل 2005 و2006 وجيل 2012 2013 عندك 90 دقيقه محتاجه عدد، محتاجه تعب، محتاجه جهد، محتاجه تركيز، وكمان زي جيل 2001 الكابتن خالد بيمو كمان اللي يعني اللي سجل في كايزر تشيفز في مباراه السوبر الافريقي وهنتكلم عنها بعد شويه، يعني كلمه مهمه كابتن خالد بيبي، بيقول لي انا شايف في تركيز كبير في لعيبه النادي الاهلي، مفيش حد نازل من الطياره بيهرج او بيضحك، ده كله خلاص احنا دخلوا البطوله، مجرد ما وصلوا المكان والمغرب خلاص احنا داخلين على البطوله، فتلاقي كل الوشوش تركيز شديد، كلها تركيز، ما فيش حد بيهرج، ما فيش حد بيتكلم مع يعني كل واحد نازل في حاله، يعني انا جاي خلاص، هي البطوله بالنسبه لهم حاجه مهمه جدا، وهو ده اللي تعودناه من لعيبه النادي الاهلي، وهو ده اللي جمهور الاهلي مستنيه، مستني ان لعيبته دايما تفرحه، وان هي الـ 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 الحاجات اللي بتحصل دي، يعني طبعا بشكر طبعا على التغطيه، وان على طول لحظه بلحظه طبعا قناه الاهلي دايما موجوده جوه الحدث، طبعا فده بيدي طمانينه لجمهور النادي الاهلي. خلاص الجمهور دلوقتي بقى فاهم كل حاجه، عارف اللعيب اللي نازل بيضحك، وعارف اللعيب اللي نازل مركز، وعارف ان التوقيت ده توقيت يعني في كورة، بس محتاج الرجالة أكتر من الكورة، محتاج الجدعنة أكتر من الكورة. الجمهور بيحب النوعين من اللعيب، اللعيب المهاري واللعيب الجدع. صح. اللعيب اللي في النص ده ما بيتقيمش من بالنسبة للجمهور، يعني يقول لك ده لعيب جامد جدا ومهاري فبيحبه عشان مهارته، لا لعيب جدع في الملعب وبيجري ويخبط يا لعيب جدع يعني. فهو الجمهور ما بيعرفش غير الاثنين التصنيف دول، فيا بخته اللي يبقى كده، انما اللي في النص ده بيفضل يلعب ويبطل ويمشي ويروح ما ملوش. فعشان كده دايما لما بيقول لك لما في وقت انت مش قادر تطلع مهارتك خليك جدعانه هي اللي تتكلم عنك. كنت انت احد اللاعبين اللي سجلوا في كايزر تشيفز في مباراه السوبر الافريقي، قول لنا بقى فاكر كواليس المباراه دي يا كابتن خالد؟ بص يعني طبعا المباراه كانت مهمه جدا، مباراه افريقيا هي ممتعه لان انت بتحس ان جمهور مصر كله معاك، بغض النظر بقى عن شويه القله القليله اللي هم دايما اللي ما بيتمنوش الخير لاي حد، يعني في ناس كده هم ربنا خلقهم هم زعلانين على طول يعني، فانما الكل شايف الهدف بتاعك معانا على طول وانت بتتكلم عن مباراه كايزر تشيفز، الهدف معانا هو ده الهدف الاول ده اللي فتح المباراه، دخل فينا هدف يعني تعادل، انما قدرت ان انا اعمل كمان جون لحسام غالي. حلو قوي، الاهداف اللي انا بحبها جدا. جوزيه مرانكو على اللعبه دي وقتها، بص مش عايز اتكلم بقى، انا عايز اتكلم على الكواليس، لا لا لازم اتكلم على الكواليس دي، اتكلمت على التفاصيل
بتاعت المباريات. لا ده احداث، تبقى احداث كتيره جدا. لا احكي لنا، احكي لنا التفاصيل كده يعني، اللي كانت اللي كانت قبل المباراه وانتوا في المباراه لقيتوها فعلا زي ما اتقالت لكم وزي ما اشتغلتوا عليها. بص الفرق الافريقيه ما عندهاش يعني، بتبقى في وقت عالي قوي، كرتهم عاليه قوي، عندهم دايما كل الفرق الافريقيه اتفرج عليها كده وتابعها تلاقي الجزء الامامي للفرق مهارات عاليه جدا، سرعه عاليه جدا. كل مشاكل الفرقه الافريقيه هي المنطقه الدفاعيه، عشان كده حتى لو بصيت كده في كل الدوري اوروبا لما يجي عمره ما لعب اثنين افارقه جنب بعض، حتى لما بيكون عنده في التيم مثلا اثنين ما يلعبهمش على خط واحد. صعب جدا، بصراحه في تمركز خاطئ، ما فيش وقفه صح. فاحنا دايما كنا بنشتغل على الجزئيه دي جزئيه الاخطاء للمجموعه الدفاعيه كلها. فده اللي كان بيفيدنا. كنا بنذاكر طبعا الفرق يعني امتى هتقدر تشتغل على سرعاتك، امتى هتقدر تشتغل على الكور الثابته، الحاجات دي كلها كانت بالنسبه لنا اسلوب الضغط. انت هنا في الكوره دي في الهدف انت بتضغط، راجل مدافع هو بيشتت الكوره عشان ده كان متقال. ده كان متقال ان الناس دي عندهم ثقه في نفسهم وهم بيحضروا فضغط عليهم. فده كان بدايه اللقاء، فاحنا قدرنا الحمد لله نجيب هدف رغم ان دخل فينا هدف على طول. ان انا عملت ايه بقى لما النتيجه بقت 1-1؟ لا على ملعبك والله احنا كان عندنا ثقه، يعني كان عندنا ثقه في نفسنا، حاسس انك هتكسب. يعني مفيش حد يلعب مع الجمهور ده والمسانده دي ويشوف كل الناس دي حواليه ويحس ان هو قلقان يعني. طب الهدف ده اللي انت عملته لحسام غالي يا كابتن خالد اكيد جزئيه لكم عليها. هو حسام من اللعيبه اللي عندها كره كويسه جدا وبيقرب منك دايما في اللعب. وحسام بيلعب بدماغه كويس، من اللعيبه اللي بتشارك بدماغها بشكل كويس. وحسام من اللعيبه اللي هو ما بيثبتش في منطقه تدوير اللعب بس، لا كان دايما لا بتلاقيه بيعمل لك الباص واقف في زورك، يعني هو عايز يكمل عايز يسبقك. فانت دايما عارف ان حسام من الناس اللي طمعانه في الزياده الهجوميه. فانت لما كنت بتشوفه بيتحرك انت بتشتغل معاه، لان هو كورته كويسه. بيسهل عليك اللعب، ما بي يعني المهاجم لما بيبقى في المنطقه الهجوميه دي في وقت بيبقى بيلعب 1-3 1-4، محتاج ان هو حد دايما يقرب له يفك له الزحمه اللي هو موجود فيها. فحسام كان من اللعيبه اللي بتعمل دي، هو دايما كان بيجي يقرب منك فكان بيشتغل معانا. هو وليد صلاح الدين يعني من اللعيبه اللي بيفكوا في المساحات الضيقه، بيفكوا في المساحات الضيقه، فكان ده بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا يعني. طب شايف المباراه الجايه ازاي؟ كايزر تشيفز كل الناس قالت قللت من كايزر تشيفز وحسست ان النادي الاهلي المباراه سهله. كابتن خالد بيبو بخبراته الكبيره والافريقيه شايف ازاي المباراه القادمه، خاصة كايزر تشيفز ده خرج الوداد المغربي، الوداد ده كان من الفرق المرشحة انها تاخد بطولة افريقيا، خرج على يد كايزر تشيفز. شاف المباراة القادمة ازاي بقى، خاصة ان كايزر تشيفز كمان فرقة دفاعية، هتلاقي فيه تكتلات دفاعية، ازاي النادي الاهلي يلعب قدام التكتلات الدفاعية دي؟ بص يعني من الحاجات اللي اتعلمتها جوه النادي الاهلي او اتعلمتها وانا بلعب جوه النادي الاهلي، أيوة. ان مفيش حاجه اسمها سهله. ايوه، ومفيش فرقه توصل للنهايه تكون سهله. ما يعني مفيش حاجه اسمها مباراه سهله. المباراه انت من اول لما الحكم بيبدا بيصفر لبدايه اللقاء فهي المباراه بقت صعبه. مهما كانت سهولتها هي مباراه صعبه بالنسبه لك، لان احداث اللقاء دايما هي اللي بتفرض عليك الـ النتيجه في الاخر. نقطه مهمه جدا، انت داخل المباراه ازاي؟ هو ده انا داخل المباراه ازاي. طبعا التجهيز بالنسبه اللي شفنا الانطباع الاخير للاعيبه النادي الاهلي قبل المباراه يطمن الحمد لله، الحاله البدنيه والفنيه وانت لعبت بالشكل ده قصاد نادي المقاولين. الفرقه هتلعبك ازاي؟ كانت صوره مصغره، صح، صوره مصغره من المباراه. فانت اتعاملت مع المباراه ازاي؟ وده بيقول لك ان انا المباراه مش ممكن تخلص من اول ماتش، ممكن تخلص في اخر ماتش. صح، طول ما انا موجود وبحاول وحاطط الفرقه في الحاله الدفاعيه فده مهم. اهم حاجه الهجمات المرتده. ايوه، هو ده النقطه المهمه، لان هم عندهم سرعه، كرتهم كويسه، اتفرجنا عليهم في مباريات كتير، عندهم خفاف جدا في الحركه، بيعملوا الهجمه المرتده بشكل كويس، لانه يعني بيقدروا ينقلوا الكره من الخط الدفاعي للخط الامامي بشكل محترم. فرقه وصلت النهائي فعندها الامكانيات ان هي تساعد. انت لازم يبقى عندك الصبر، والجيم زي ما بيقولوا الناس، ما يعني لعيبه النادي الاهلي
اشتغل الثلاث مباريات، وانا شايف ان الثلاث مباريات الاخيره اللي لعبهم النادي الاهلي كلهم فيهم دروس. لا انا اخذ من كلامك كلمه مهمه، حته الصبر وعدم الاستعجال في احراز هدف على حساب النواحي الدفاعيه. صحيح. الهدف ممكن يجي في الشوط الثاني مش شرط في بدايه المباراه، دي نقط مهمه ودروس مهمه. طبعا، وانا بقول لك انا شخصيا اخر ثلاث مباريات اللي هم للنادي الاهلي كلهم دروس. من ماتش بيراميدز درس، خدت درس وكان كنت محتاجه قوي، وده اللي خلاني ان انا اعمل المباراه اللي بعدها بشكل محترم. ماتش المقاولين كان درس كبير، ماتش سموحه درس، ماتش المقاصه درس، كل المباريات دي كلها دروس لعبت النادي الاهلي. وفي الحاله دي يعني انت اتعاملت مع كل الاشكال. اول لما حسيت ان المباراه سهله اتخبطت جول، فخلاص انت ايه، خلاص انت بقى عندك الذاكره، انا مفيش حاجه سهله يعني، رغم ان انت تبقى كسبان المباراه والفرقه اللي قدامك خسرانه لعيب وانت ممكن تتعادل يعني. كل حاجه في الكوره ده كان كنت محتاجه دلوقتي في التوقيت ده، محتاج الرساله دي، ومحتاج ان انت تلعب ضد فرقه بتدافع بشكل كويس قوي وبتعتمد على الهجمه المرتده، وان هي واقفه ومرخمه عليك وعامله يعني عامله ترسانه خرسانيه في الناحيه الدفاعيه، فانت صبرت عليها وقدرت انت تحل. فرقت لعبت مع فرقه عايزه تهاجمك، سموح عايزه تهاجمك وعندها الطموح في الهجوم، فانت خدت ثلاث مدارس ورا بعض في المباراه اللي اتلعبت، خليتك انت بقى اتعاملت وخلت جمهور النادي الاهلي لا شاف ان لعيبه النادي الاهلي في خلال الثلاث مباريات في الاحداث اللي ممكن تحصل في المباراه اتعامل مع كل الاشكال الدفاعيه والهجوميه، وفرقه ناقصه واحد وفرقه متكتله ازاي تقدر تشتغل. فالجمهور بقى عنده راحه ان اللعيبه اتعاملت مش من الخصم، لا من لعيبه النادي الاهلي. الإحاء دايما او الاحساس بتاع الفرقه في حاله عامله ازاي هو بيجي من الملعب. كل احداث الحياه الكرويه هي بتيجي من الملعب. احداث الشغب بتيجي من الملعب، احداث الراحه بتيجي من الملعب، احداث الانتصار بتيجي من الملعب. اذا كان الملعب عندك منتظم كل الاحداث اللي وراها هتبقى منتظم. اخيرا كابتن خالد بيبو يوجه رسالته بقى للعيبه دي والجيل الحالي ده، ما شاء الله الجيل ده خد البطوله التاسعه على اعتاب البطوله العاشره، يعني ينقصه التوفيق ان شاء الله، يكون التوفيق معاه. رساله الكابتن خالد بيبو للاعيبه النادي الاهلي ومستر موسيماني. والله بص، كل لعيب بيلعب جوه النادي الاهلي هي فرصه ما بيجيلكش تاني يعني. لو فرطت في فرصه النهارده مش هتجيلك تاني يعني. انت بتتكلم على ان انت دلوقتي ربنا كرمك وانت في التشكيله بتاعه النادي الاهلي، اذا كانت الاساسيه او الاحتياطيه، او هتاخد خمس دقائق هتاخد ربع اي حاجه، انت مش ضامن السنه الجايه او البطوله الجايه تبقى موجود جوه التشكيله دي. فانت اشتغل جوه النادي الاهلي على الاساس ده، ان الفرصه اللي هتيجي مش جايه تاني، واطمع فيها وخليك طماع وخليك دايما حط نفسك مع جمهور النادي الاهلي ان انت يا الجدع يا المهاري. مستر موسيماني تقول له ايه؟ اقول له بالتوفيق ليك، وانت مدرب محترم، وانا ما اعرفش ليه الناس عايزه تشكك فيه، وليه دايما عايزين يتهموا بحاجه واحده بس اللي هو محظوظ. راجل بيشتغل وقدر ان هو يحقق انجازات على ارض الواقع وبيأدي بشكل كويس جدا يعني. ما اتمنى له التوفيق لان هو يعني بيمثل كل محبين النادي الاهلي في التوقيت الحالي، فاحنا كلنا بنسنده وبنساعده وبنقول له انت مدرب محترم. واختيار كابتن خطيب ومجلس اداره ليه كان اختيار موفق، وتحملوا المسؤوليه ورا بعض يعني. اثنين مديرين فنيين في وقت كان ورا بعض تحملوا المسؤوليه اداره النادي الاهلي. فبالتوفيق ان شاء الله العشره يعني نجيبها من المغرب ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله. شرفتنا ونورتنا كابتن خالد، وبنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. شكرا على الاداء الرائع في قطاع النشئين النادي الاهلي. شكرا ليك وموفق دايما وما شاء الله يا كابتن سالم. ربنا يخليك كابتن خالد. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكر مستر بروكيتش وايضا كابتن خالد بيبو رئيس قطاع النشئين النادي الاهلي اللي عاملين ما شاء الله شغل هايل داخل القطاع، وبنتمنى لهم كل التوفيق، وايضا كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، ويا رب التوفيق يوم السبت، ونبارك لبعض كلنا على العشرة بعد الساعه 11 ان شاء الله ببطوله افريقيا. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، نشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي على الف خير. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.